في ب 48 دكلوخت انا كنت بيت سفر اورد كانت عندي 13 عام قريب ل 13 عام كانوا تيعلمونا كانوا تيعبيونا تيعلمونا كانوا تما الكروطا والمصايوت قدام كانوا يعبيونا وكانوا يعلمونا كيف نسوقوا كل شيء لا ما كانوا يعلمونا بزاف د الحوايج دينهما دينهما مزيانين لرئيس اسرائيل نعرفوا كيفاش نتمساو بهم زينا لاسرائيل طرحونا في برديس حانا في المعبره استي ما حباش خويا البرخه ما حباش يتسكن تما قالت لي انا ما نسكنش هنا مازي قالت لي انا احنا في التلبيده كنا ساكنين هنا ساكنين في المعبره كازاي يعطيونا ديره ولا هذا بصينا تنتساروا تندوروا في البلدان انا ويا هنا وهنا 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 اخري عام بدلوا لي لكريات بنيامين عطاوني تسريف سكننا تما 5 سنين منور 5 سنين مشيت انا عند العامدار في حيفا المستر ديال العامدار في حيفا وقلت له دير مرتي مسكينه تتبكي وكذا ما حبش الميسه هذه ودابا بدلوا لي تيعملوا لي لا مع الناس تسنى يسنى كاين الناس اللي قبل منكم على كل حال قالوا لي تسنى ما كاينش مشيت انا عملت سويز قبحت عملت سويز الفضيحه جابت لي المسطره المناهري دلاميغور المسطره قال لي علاش هرستي لها الميدا علاش عملتي هذه علاش هذه قلت له دير انا جيت 5 سنين وانا تنجي عندها تنقول لها باش تعطيوني شي دويره مراتي هكذا وما حباش وهذه تيدخل لي مع الناس مع الناس مع الناس مع الناس قال لي انتينا موش راجل انتينا امراه قلت له علاش لما قال لي تسحب لي حتى زبد لها جوج العينين ديالها عينا منها كل نهار تيحدث نجيو لعندها الناس اخرين كيجيو الناس اخرين تيبكشوا الدار وتصفدهم بلا والو جيت في حالي للدار نوض في الصباح باش نمشي للخدمه وانا نمشي لحيفا لواحد المسترد انا ساكن في المعبره في واحد السريف ومراتي تتبكي وهادي 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 ودابا وهي تصفد لي واحد بنادم من العامدار جا عندي قال لي سير لعند المسترد حباك مشيت لعند المسترد قلت لها غادي نتصور مع مراتي تصورت مع مراتي مراتي قالت لي او كرياتاتا ولا ترحنان ولا كرياتيام رجعت لعندها قلت لها اني مراتي حابه كرياتيام على قلت كاين تما البحر وكل شيء مزيان قالت لي واخا صافديت معايا احد ما عم يقول ورالي الدار قال لي عجبتك قلت له ايه